ترأست وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط الاجتماع الأول للجنة الوزارية لريادة الأعمال. أشارت المشاط خلال الاجتماع إلى أن القرار التأسيسي للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال يعكس الاهتمام الحكومي بدعم مجتمع ريادة الأعمال، وأكدت سعي المجموعة للعمل المكثف من أجل توفير كامل الدعم لهذا القطاع الحيوي وتحقيق تطلعات مجتمع ريادة الأعمال بكافة عناصره. شارك وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب في مؤتمر مشاركة القطاع الخاص الذي نظمه مركز المشروعات الدولية الخاصة، وقال الوزير إن الحكومة تسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للابتكار والنمو الاقتصادي، وأشار إلى تأكيد الحكومة على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية المستدامة. أكد نائب وزير المالية للسياسات المالية ياسر صبحي أن مصر كانت على أعتاب مرحلة جديدة من الاستقرار والنمو الاقتصادي يقودها القطاع الخاص. خلال مشاركته في مؤتمر مركز المشروعات الدولية الخاصة، قال صبحي إن مصر تفتح أبوابها للشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وتنوعا وقدرة على تحسين مستوى المعيشة. وشدد نائب وزير المالية على أن مصر تعمل على تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات النقل والصحة والتعليم وغيرها من قطاعات البنية التحتية والخدمات العامة. أكد وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق أهمية تعزيز الرقابة على الأسواق ورفع كفاءة المتابعة من خلال الحملات المكثفة لضمان حماية حقوق المستهلكين وتحقيق الاستقرار الكامل في السوق. خلال اللقاء عقده لمتابعة الموقف التنفيذي لتوفر السلع الاستراتيجية بالسوق المحلي، أكد وزير التموين أن الوزارة ستواصل جهودها لضبط حركة السلع الاستراتيجية والعمل على ضمان توفرها بكميات كافية وأسعار مستقرة في كافة المنافذ والأسواق. في سوق المال أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع وسط تداولات بلغت 5.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 28 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات فارتفع مؤشر إيجيكس 30 بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 31,819 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجيكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 7,571 نقطة. صعد مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان بنسبة 41% ليغلق عند مستوى 10,828 نقطة. وصلت أسعار النفط مكاسبها مدفوعة بمخاوف من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط وتعطل محتمل للصادرات في المنطقة الرئيسية المنتجة للنفط. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ب 1.3% دولار أو 1.7% إلى 79 دولار و35 سنتا للبرميل، وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ب 1.4 دولار أو 1.9% إلى 75 دولار و78 سنتا للبرميل. قال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائية أخيم شتاينر إن أفقر دول العالم مضطرة لإعطاء أولوية لخدمة الدين على حساب الاستثمارات، مما يعرقل التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة. وأكد خلال مؤتمر في هامبورغ أن الأزمة المالية تعني أن الدول في جميع أنحاء العالم تكافح من أجل تحقيق الأهداف، وهي مجموعة من 17 هدف واسع النطاق كمعالجة الفقر والجوع وتحسين الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية وتوفير الطاقة النظيفة وحماية التنوع البيولوجي.
انتهت هذه الجولة مشاهدينا الكرام، نعلن استكمال ما تبقى في نشرتنا مع صحر وانها. شكرا جزيلا لك مصطفى.